قالب التلج من تابر وير طبعا من اسمه معناه ان هو بيدخل الفريزر. هو ليه تصميم مختلف، هو ليه 4 رجلين يسمح ان انا احط اكتر من قالب او اكتر من حاجة فوق بعض، والهواء البارد يغلفها من كل الاتجاهات. كمان هو ليه غطا بيأمن لي نظافة المحتوى. القاعدة من السيليكون بتسهل عليا استخراج عدد المكعبات اللي انا محتاجاه بدون الحاجة ان انا افكك القالب بالكامل باي طريقة، بالمية او ان انا اخبط في الرخامة لحد ما ينزل مكعبات. طيب انا دلوقتي هملاه ازاي وهو مقفول؟ في عندي غطا صغير ده هفتحه وهملأ السوائل لحد علامة مميزة محددة على الغطا، مكتوب كلمة ماكس يعني دي اقصى ارتفاع للسائل. بعد كده هقفل الغطا الصغير وحرك القالب في اتجاه يمين وشمال علشان اضمن ان السوائل تتوزع جوه القالب على المكعبات بشكل متساوي بفضل التعريج اللي جوه في كل الاتجاهات لكل مكعب. زي ما احنا شايفين التعريج اهي بتسهل تحريك السوائل او توزيع السوائل جوه القالب. انا ممكن استخدمه في حاجات كتير قوي غير قوالب المكعبات، ان انا اعمل تشكيل الطعام او اعمل مرق الدجاج منزلية، مكعبات صلصة، مكعبات للبيبي، مكعبات عصائر مركزة. بجد شكرا تابر وير.